ensemble, faisons la paix dans ce monde. Tous ensemble, soyons heureux dans ce monde. هنكملها ايامنا جايه بنا نستنى ليه جاي اللي الدنيا بحالها وشباب الدنيا مالها الفرحه دي هنكملها ايامنا جايه بنا نستنى Soyez heureux dans ce monde. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كل حاجه عندكم بخير. بنكمل مع بعض وبرنامجكم التاسعه. اظن احنا كلنا كل الناس كل العالم يحب جدا العروض السحريه والالوجن والحاجات اللي زي كده. وطبعا احنا يمكن النهارده تابعنا عرض ام بي الساحر الفرنسي مولا يوسف بالمناسبه قدام رئيس الجمهوريه. مولا يس نايس تو ميت يو. سعيد بلقائك. أنا سعيد بلقائك. سعيد أن أكون هنا معك. هذا يسعدنا ويشرفنا أيضا. وأنا أحتاج منك أن تفاجئني هذه الليلة. سوف أفاجئك لأنني أحب أن أفاجئ أهل مصر وأحب مصر وأحب أن أؤدي هنا. كان أمرا رائعا. الرئيس كان هنا وكان الكل ينظر إلي. كان الأمر مذهلا. كل شيء يحدث بسرعة. نعم لقد وصلت لأول مرة لمصر منذ يومين فقط. هل تحب مصر؟ نعم أحب مصر جدا والمصريين. شرم الشيخ ومصر رائعة جدا والشعب المصري ودود جدا والمدينة رائعة والبحر رائع والمشهد وأن يشاهدك الجميع في التلفزيون هذا أمر يبعث على الجنون. هذه أول زيارة لي في مصر فعلا. أنت ضيفنا إذن أشكرك. ما الذي لديك اليوم؟ هل تريد أن ترى بعض السحر؟ نعم تعلم سوف أقترب منك وسترى. أستطيع أن أقف إذا ما أردت. أولا أريد أن أخذ هذا الكوب. هذه البطاقة. انظر إلى هذه الكروت. هل يمكن أن تأخذ هذا المايك مني؟ أنا سوف أقف بجانبك هنا وأساعدك. ما سنفعله هو أمر بسيط للغاية. هذه بعض الكروت. حاول أن تلمس أي بطاقة تريدها. هذه؟ نعم حسنا. سوف أظهرها للكاميرا. وهل تعلم البطاقة التي لمستها؟ أريد أن أريكم شيء. هل يمكن أن تريني الهاتف المحمول؟ إذن هنا هذا هاتف محمول. والآن دعونا ننظر إلى داخل الهاتف. 1 2 3. هل ترى؟ هذه هي بطاقتي. إذن بطاقتك هنا على الهاتف وكل البطاقات مختلفة. ترى هذه بطاقة واحدة. هل يمكن أن تحتفظ بهذا لي؟ إذن انظر 1 2 انظر 3. والآن بطاقتك خرجت من شاشة الهاتف.
كنت أظنها هنا، كانت على الشاشة، وهذه البطاقة يمكن أن تحتفظ بها كتذكار، هذه لك، فقط انظر، ها هي مرة أخرى، يجب أن تعلمني كيف تقوم بذلك، يمكن أن أعلمك شيئاً ما، يمكن أن يعلمك شيئاً بسيطاً للغاية. سوف أخذ هذه البطاقات، والآن يمكنك القيام بنفس الفعل، المس أحد البطاقات. حسناً، سوف أظهر البطاقة للجميع هنا على الكاميرا، والآن انظر، هل يمكن أن تأخذ الهاتف؟ أريد أنا أخذ هذه البطاقة، فقط أقوم بإزالة هذا الجزء، والآن انظر، 1، 2 و 3 اختفت. لا، هل تعلم أين هي؟ إنها ليست هنا، إنها في مكان ما، مستحيل، مكان مستحيل تماما. هل معك الهاتف؟ انظر، ما الذي يمكن أن ترى على الهاتف؟ أظهره للكاميرا. هذا هو الجزء، هذا هو الجزء المفقود. هل يمكن أن ترى إنه بداخل هاتفك المحمول؟ إنه بداخل الهاتف، داخل الهاتف. ما الذي يمكن أن تراه؟ نعم، ها هي، نعم، رقم 4، شكل البستول. هذه واحدة من البستونات الأربعة. أنا كنت مركز بنسبة 100%، وأنت قمت بنزعها أمامي، والآن أصبحت داخل الغطاء الخاص بالهاتف. والآن تعلم ماذا؟ أستطيع أن أترك لك شيئاً كتذكار. انظر إلى هذا، هذه حماية للهاتف حتى لا يكسر. انظر، انظر، 1، 2، 3، والآن أصبح الهاتف داخل البالونة بالكامل، وهذه حماية جيدة للهاتف. على سبيل المثال، هذه حماية من فيروس كورونا، إن هذه حماية لفيروس كورونا، والآن يمكن أحتفظ بها كهذا. هذه لك، شكرا. إذا هل يمكن أن تساعدني؟ ها هو. والله أنا ما فاهم إلا إيه، أنا واقف قدامه، هي دي المشكلة، أنا واقف قدامه. إذن هل يمكن أن تسدي لي جميلا؟ هل يستطيع الساحر أن يكسب أموال ويحضر أموال؟ نعم، انظر إلى هذا، ليس معي شيء، ليس معي شيء، انظر، انظر، ببساطة، ببساطة، انظر، 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 انظر. هذا هو الذهب. نعم، هذه لك. أين اختفت؟ في هذا الجاكيت الذهبي. لا، إنه هنا، إنها عادت، ولكن يمكنك الاحتفاظ بها، لا تقلق. مرة أخرى، سوف أقوم بالأمر مرة ثانية. انظر، لا شيء. أين الذهب؟ لا شيء في جيبي. ما هذا؟ I have to break into the Federal Swiss Bank. يجب أن نقتحم البنك الفيدرالي السويسري. We're just joking. كنا نمزح فقط. تفضل بالجلوس، لا تقلق. This is not corona. لا تقلق، هذه ليست كورونا. It was just more card. بعض الكروت، هي كان الأمر بعض الكروت. This is really surprising. هذا أمر مدهش بالطبع. Thank you so much. شكرا جزيلا. شكرا.
إذن منذ متى وأنت تمارس الأعمال السحرية؟ أنا أقوم بالأعمال السحرية منذ 15 عاما، منذ أن كنت صغيرا جدا. حين كان عمري 10 سنوات بدأت في امتهان الألعاب السحرية منذ 15 عاما. ما هذا الجاكيت؟ هل هذا جاكيت الحظ بالنسبة لك؟ هذا ما جاكيت الحظ بالنسبة لي، وهذه حذاء الحظ. ودائما أحب هذا الجاكيت، لأني حين أقوم بالعروض فإني أمزج بين التكنولوجيا والسحر. وأفكر إذا ما ارتديت شيئاً فإني أحب أن ارتدي شيئاً متألقاً أكثر من الشاشات خلفي، وبالتالي اللون الذهبي ممتاز. وفي مصر الناس يحبون الذهب كثيراً. إذن من هو مثلك الأعلى في السحر؟ في السحر أحب ديفيد كوبرفيلد بالتأكيد. لديه هو شخص مدهش. هذا رأيته لأول مرة في العروض التلفزيونية، وكنت مندهش جدا. والآن أنا أقوم بأنواع جديدة من السحر. إذن أنا الآن أنت من المدرسة الحديثة. أنا الآن أقوم بأعمال حين أرى قوة خارقة في الأفلام، فأنا أقول حسناً هذا أمر جيد، يمكن أن أقوم بحيل سحرية من خلاله. هذه هو الشيء الذي يلهمني الآن، أنا أقوم بهذا. إذن الأمر خاص بالتكنولوجيا والخيال. نعم، أقوم بالتكنولوجيا وأنا أدرس في مدرسة الهندسة، لأنني عندما كنت صغيرا وبدأت في الألعاب السحرية كنت أريد أن أخلق شيئا يستخدم التكنولوجيا والهواتف النقالة، شيئا مثل هذا، وأحتاج أن يكون هناك شيئا جديدا في الألعاب السحرية. وماذا عن الانطباع، انطباع والدك ورأيه حين قلت له في أول مرة أنني أريد أن أكون ساحرا؟ I'm from الجزائر. بالنسبة للجزائر، حين قلت الأول مرة أريد أن أمتهن الألعاب السحرية، قالت لي أسرتي سحر، لماذا سحر؟ ولكن والدي أمي قالت افعل ذلك، افعل ذلك، إذا ما أردت أن تفعل ذلك فلتفعله، ولا تنسى أن تذاكر دروسك في المدرسة. وكنت أفكر في ذلك كثيرا، وقلت حسنا، أي سوف أقوم بعمل دراسات في العلوم والهندسة، وفي نفس الوقت أمارس الألعاب السحرية. أنا أمارس الألعاب السحرية، ولذلك أمزج بين التكنولوجيا والهندسة والألعاب السحرية. وأنا أقوم بالألعاب السحرية وأقوم بالدراسة في بعض الأوقات. قلت لي أن هناك قصة حول اسمك. نعم، لا أحد، لا أعرف أحد يسمى مولا، ولكن لم أقابل أحد اسمه مولا، وهذا أمر جيد، لأنني حين أصل إلى مكان ما وأقول مولا فإن الجميع يتذكر الاسم. في فرنسا، حيث أنني أعيش في فرنسا، لا أحد. هذا اسم متفرد، أنه متفرد جدا. هل أحد في هذا التلفزيون يعرف أحد اسمه مولا؟ إذا كان ذلك فقط اخبروني، قولوا لي أن هناك شخص اسمه مولا. إذن هناك مولا واحد حتى هذه اللحظة، حتى هذا الموقف. ماذا عن العروض التي، ماذا عن العرض الذي قدمته أمام الرئيس المصري؟ كان رائعا جدا ومدهشا جدا، لأنني أردت أن أقوم بهذا العرض، ولكن في البداية لم أكن أعرف أن الرئيس سيكون موجودا. وقلت حسنا، سوف أقوم بالعرض على المسرح، ولكني لم أعرف أن هذا العرض سيكون أمام الرئيس.
وقالوا لي قبل العرض بأيام بسيطة ستؤدي عرضك أمام الرئيس المصري، لذا كنت مندهشا. وفي البداية حين تم وضع الأجندة الخاصة بالعرض وأمام الرئيس وأمام القيادات الأفريقية، وكان هناك الكثير من القنوات التلفزيونية، وكان كل شيء مكتملا ورائعا، رأيت الرئيس. وحين بدأت في العرض وبدأت أن أكسر الهاتف على المسرح، كنت قلقا سواء ما إذا كان الرئيس سيعجبه هذا العرض أم لا، ولم أكن أريد أن أفعل شيئا خطأ لأنني أقف أمام الرئيس. ولكني رأيت الرئيس كان يضحك، ورأيت الضحك في عينيه، وهنا شعرت بالراحة. كان الرئيس وجميع المشاهدين يضحكون ويستمتعون بالعرض، وعندما أمشي في الشارع في مصر الجميع يحيونني ويقولون رأيناك في العرض. هذه هي أول مرة لي أزور مصر، ولم أتوقع شيئاً كهذا أبداً. كنت أتصور أنني سأزور الأهرامات في القاهرة، ولم أكن أتصور أنني سأقوم بأداء عرضاً أمام الرئيس والقنوات التلفزيونية. كانت عواطف رائعة التي شعرت بها. إذن يجب أن تنتقل لمصر. نعم، أنا أعيش هنا بالفعل على بعد خطوات. If I'm you, I would think about it. Yeah. Yeah. You have lots of fans now. Oh yeah. نعم. It's also so beautiful and. الأمر جميل جدا. You can laugh all day long with everyone. يمكن أن تستمتع بيومك مع جميع الأفراد. My first time is in Sharm el-Sheikh, so I really know Sharm el-Sheikh. هذه أول مرة لي في شرم الشيخ، وأريد أن أذهب إلى القاهرة أيضا، لأن أعلم أن كل مدينة مختلفة عن الأخرى. ولكن حين وصلت هنا رأيت أناس من دول مختلفة وشعوب مختلفة. إنها مكان سحري. رأيت فنانين، رأيت منظمي مع مؤتمرات، رأيت من يقومون بخلق وصنع فيديوهات، المكان ملهما جدا. أنا مندهش جدا. يجب أن تقوم بزيارة طويلة لمصر وتزور الأقصر وأسوان والمدن المختلفة، سوف تحبها كثيرا. نعم، لا يوجد أحد، لا يوجد أحد لا يعرف الأهرامات المصرية. لدي أصدقاء في فرنسا. It's a miracle. Nobody knows. Yeah. نعم، إنها إعجاز. هناك تفسير علمي، هل هذا سحر؟ البعض يقول أن المصريين هل استطاعوا أن يتحكموا في الجاذبية الأرضية؟ لا يوجد تفسير، ليس لدينا تفسير، هذا أمر يدعو للجنون. نحن بناؤون بارعون. في فرنسا هناك هرم صغير. كنت في فرنسا عام 2016 وزرت اللوفر أيضا، ولكنه ليس نفس الهرم. هذا هرم صغير، ولكن الهرم الموجود الهرم في فرنسا أستطيع أن أصف كيف تم صنعه، ولكن لا أستطيع أن أصف. البرنامج الخاص بي اسمه التاسعة، وأريدك أن تقول شيئا مثل شوفوني على التاسعة. See me. What does it mean? Watch me over 9 o'clock. Watch me over at 9. Okay. Repeat, please. شوفوني في عرض التاسعة. على التاسعة. شوفوني هلا
التاسعة مولا مولا. شوفوني هلا التاسعة مولا. شكرا ميرسي ميل ميرسي. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. شكرا. خليكم معانا فاصل ونكمل الكلام. أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اتبعنا. بسم الله نبدأ من أجل المستقبل نعمل. تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.